أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبائي. الفيديو الجديد من أعمالنا اليدوية إن شاء الله تنال إعجابكم. شغلنا لهذا اليوم لحظة أحبائي هاي القلادة أنا مشتغلتها سابقا لحظة بلون واحد على شكل أوراق صغار وبداخلها من خرز الكريستال. حجم النمنم اللي مستعملته بها كان من الحجم العادي واستعملتها كلها بلون واحد. أريد اليوم نفس هذا الشغل لكن ححوله إلى سلسلة من النظارات. لذلك أنا دائما أقول ما أنطي حجم النمنم اللي أستعمله علي موجود عندي خشن عندي اشتغلت لي واستعملته كقلادة. اليوم حستعمل الحجم الناعم لتلاحظون عيني وحستعملها من بلونين بدل انه يكون بلون واحد واستعملها كسلسلة للنظارات. لذلك المواد المطلوبة عندنا اليوم النمنم الاسود الحجم الناعم الفضي الحجم الناعم واكيد كل الاحجام متساوية. خرز الكريستال لاحظوا ايضا حجم ناعم جدا. ونفس الشيء عندي خرز الكريستال الفضية ايضا هي من الحجم الناعم جدا تلاحظون. زين عيني بما انه هي سلسله مال النظارات اذا احتاج اللاستيكات مال النظارات واحتاج اقفال من الجهتين. استغليت الوقت لحظه احبائي اخذت 3 من الاسود خليت القفل وثلاثه اخرى من الاسود حتى امشي شغل بيها. فعبرتها بالابره واعبرها بالخيط شوفوا عيني وحوصل الى نهايه الخيط. أعيد تعبير الأبرة شوفوا عيني حتى فد مرة أغلقها شوفوا أحبائي بهذا الشكل حربط الخيط صار عندي هاي القفل بالنهاية. هسه حبدي اشتغل على هذا الاساس. شوفوا عيني حبدي اخذ وحدة من الاسود بس وحدة. حعبرها تحت هذا الخيط اللي انا ربطت بيه هيك مجرد تعبير حتى ابدي اثبت بيها الشغل مالتي. وارجع اعبر الخيط من هنا. شوفوا عيني. من اشتغلت وقبل ما ابدي من اشتغلتها كشكل قلادة حجم الورق كان كبير عندي يعني من احسب اني مستعملة من هالجهة 7 ومن هالجهة 7 وعندي هاي الزاوية من هنا لي فوق وعندي من هنا همينة لكن هنا لي سلسلة مال النظارات وتكون ناسكة ورفيعة وحجم النمنم ايضا رفيع لذلك استعمل اقل من عندها. فحبدي اول مرة اخذ من النمنم الاسود 2 شوفوا عيني اخذ واحدة من الكريستالات الفضية الناعمة ارجع تكرار اخذ 2 من النمنم الاسود شوفوا احبائي زين هسه حجي شوفوا احبائي اعبرها بهاي الخرزة او النمنمة اللي انا استعملتها بالبداية شوفوا عيني صار عندي شغل بهذا الشكل. حرجع اعبر بهاي الاثنين هسه حبدي اخذ 6 من الاسود شوفوا عيني هاي 6 من الاسود حعبرها هنا لحظة احبائي حتى تكمل لي شكل الورقة اللي موجودة شوفوا عيني تكرار حرجع اعبر بهاي اول وحدة اللي انا ثبتتها
أريد أرجع إلى بداية الشغل مالتي، يعني قمة الورقة الأعلى مالتها. شوفوا أحبائي، طلعت الخيط من هنا، حرجع إلى بداية الشغل إلى قمة الورقة. يعني أنا أخذت بالبداية 2 من هالجهة، ضفت عليها 3 يعني 5، إذا أنا حعبر 5 بهالحالة. شوفوا عيني، هاي الثلاثة، هاي الاثنين الأخريات، هاي الخمسة، وصلت إلى قمة الورقة. شوفوا أحبائي، هاخذ وحدة وأرجع على قد 3 حتى أرجع عبر الخيط من أنا ما ضل أفتر بيها. شوفوا عيني، سويت زاوية للورقة من فوق، بس الخيط هنا عندي أرجع أعبره من هاي الكريستالة الصغيرة. شوفوا عيني، أرجع تكرار، أحسب 1 2 من هنا الثالثة، أطلعها بهذا الشكل. هسه من هنا حبدي أثبت لي ورقة ثانية، يعني حبدي تكرار، أخذ 2 من الأسود، واحدة من الكريستالات، وأيضا تكرار 2 من الأسود. شوفوا عيني، حرجع أعبرها بهذا الشكل بعكس اتجاه الخيط اللي طالع منه. حرجع أرجع الخيط من هنا، حرجع أخذ 6 بهذا الشكل وأرجعها من هنا. شوفوا عيني، تكرار هالمرة منا، وتكرار أصعد إلى قمة الورقة حتى أسوي الزاوية مالتها. شوف هاي 4، أخلي الخامسة، لأن يعني إحنا اتفقنا 5 منا و5 منا، بينما بالقلادة الكبيرة كانت منا 7 منا 7 عدد زوايا. شوف عيني، أخذ وحدة أرجع على قد 3، أرجع أطلع الأبرة من هنا، شوف عيني، أرجع من هنا 1 2 قبل الثالثة، أعبر الخيط بهذا الشكل. شوف عيني، هاي سويت 2 من الأوراق. من حشتغله؟ حشتغله 2 من الأسود 2 من الفضي. خلي أشتغل وياكم الفضي، خاف الفضي شوية أوضح بالشغل، فحبدي أخذ 2 من الفضي، لكن بالمقابل أخذ من الكريستالات السود. أرجع تكرار، أخذ 2 من الفضي، شوفوا عيني، أرجع أعبرها من هنا بهذا الشكل، هعبر الأبرة من هنا بهذا الشكل. هاخذ هسه 6 من الفضيات، شوفوا عيني، هعبرها من هنا بهذا الشكل حتى يطلع لي شكل الورقة. أرجع من هنا، شوفوا عيني، حرجع إلى قمة الورقة، قلنا على قد 5 من عندهم، هاي الثلاثة، بعد 2 أعبرها، هاي 2، حاخذ واحدة من الفضي، ونسوي قمة الورقة، أرجع على قد 3 بهذا الشكل، وأرجع من هنا وأحسب على الثالثة قبلها، أعبر الخيط من عندها وأبني ورقة جديدة بهذا الشكل. قبل ما أنسى، إحنا من حنسوي سلسلة مال النظارات، إذا هذا الإطار اللي دا أشتغل عليه، هاي شوفوا عيني، يتعبر بيها
حيتعبر بها اللاستيك مال النظارات بهذا الشكل. ها كل حنشتغله بهاي الطريقة، فأوصل إلى طول النظارة السلسلة العفو اللي أحتاجها وأرجع لكم إن شاء الله. أحبائي رجعت لكم بعد أن كملت الطول اللي أريد عيني. شوفوا هاي، شوفوا أحبائي اللي قلنا هي يا أما قلادة يا أما سلسلة مال النظارات، فوصلت إلى حد الطول اللي أريده وأريد أنهي الشغل، ولو أنا قلت لكم إنه حشتغلها كسلسلة مال النظارات، فكملت هاي آخر شيء. شوفوا عيني إلى حد هنا، حبدي آخذ من الأسود اللي عندي، حاخذ فد ثلاثة من عنده، بتلاحظون عيني، وآخذ القفل أعبره، وأيضا أرجع آخذ ثلاثة من هنا حتى أبدي أريد أنهيها. شوفوا عيني، حرجع أعيد من هنا بها حتى شوية يصير تقوية لها، أعبرها بهالشكل وأرجع أعبر الخيط بها من باب التقوية. عيني بهذا الشكل، القفل حيحمل ثقل القلادة، ولو الحمد لله هي خرجها كلها ناعمة فما عندي إشكال بالثقل مالتها. شوفوا أحبائي طلعتها من هنا، أرجع أعبر مسافة من هنا حتى أقدر أنهي الشغل مالتنا وأفصل الخيط. شوفوا أحبائي بهذا الشكل، حرجع أعبر من هنا وهنا عندي مجال أثبت الخيط به وأفصله من عنده. شوف أحبائي بهذا الشكل، حبدي أفصل الخيط عنه. شوفوا عيني لحد الآن هذا شغلنا كقلادة كسلسلة انتهى، بس احنا اتفقنا انه هي سلسلة، فمثل ما سوينا بالجهة الثانية، لاحظوا عيني هذا القفل حثبت بيه الحلقة مال السلسلة اللاستيكة مال النظارات. بهالشكل حيكون عندي السلسلة جاهزة للبس. شغلة بسيطة وحلوة وناسكة، بس نصيحة لو كانت قلادة فيفضل انه هاي الخرز اكبر، العفو النمنم اكبر من هذا الحجم. سلسلة النظارات هي تكون ناسكة فخرزها تكون ناسكة. ان شاء الله الشغل يكون عجبكم اليوم، ان شاء الله تكونون مستمتعين بافكارنا الحلوة. اي سؤال عندكم بالتعليقات اعزائي، واني ان شاء الله في اقرب وقت عندي بث مباشر اخر الاجابة على اسئلتكم بهواية أسئلة جتني على الخاص من عندها تتعلق بالخرز بالشغل به إلى آخره. فأتمنى اللي يشرفوني أول مرة وما مشتركين قناتنا يشتركون بها، يفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. إحنا فيديوهاتنا متقاربة إن شاء الله. أتمنى تسجيل الإعجاب، ومثل ما قلنا أي سؤال بالتعليقات حتى أحاول أجاوب عليه إن شاء الله بالبث المباشر، وشكرا جزيلا.